جهة الأمان العامة للعتبة العباسية المقدسة، فريق الصحة والسلامة المهنية في قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية للمشاركة بعملية إنقاذ العالقين تحت الركام في قطارة الإمام علي عليه السلام غرب كربلاء المقدسة. ويذكر أن محيط القطارة قد شهد يوم أمس السبت انهيارا ترابيا، مما أدى إلى احتجاز عدد من الزائرين تحت الركام، مما استدعى فريق الدفاع المدني للهرع لإنقاذهم، حيث تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ عدد من الزائرين، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية إلى هذه اللحظة. وجهت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة فريق الصحة والسلامة المهنية في قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية للمشاركة بعملية إنقاذ العالقين تحت الركام في قطارة الإمام علي عليه السلام غرب كربلاء المقدسة. ويذكر أن محيط القطارة قد شهد يوم أمس السبت انهيارا ترابيا، مما أدى إلى احتجاز عدد من الزائرين تحت الركام، مما استدعى فريق الدفاع المدني للهرع لإنقاذهم، حيث تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ عدد من الزائرين، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية إلى هذه اللحظة.